عباس، خليكم ويانا خلي نشوف شنو التحضيرات لهذا اليوم في وجبة الغداء. من المطبخ العراقي والأكلات العراقية المتألقة مع الشيف عباس، صباح الخير عليك. صباح الخير، شخبارك يا رسول؟ احكي لنا اليوم، انت نوهت لنا بالبداية عن الغداء والمواد والمكونات عرفناها، حابين نعرف تفاصيل أكثر، شنو الشغلات اللي راح تبديها؟ وأنا شايفة أنه أنت شوية طماطم وبصل يعني بالبداية، يعني شنو اللي راح تسوي ما أعرف. أوكي، اليوم راح نشتغل الكباب الخشخاش اللي هو يكون صلصة الخشخاش، هي تكون الطماطه المشويه والبصل المشوي، شويته بالفرن، طلعته قبل الكباب. نعم. فاحنا شيش الكباب راجعه بالفرن، راح تكون التوابل هي الكباب، شويه الفلفل الاسود، البصل المبروش، نشفه من المي ونضيفه وياه، شويه من الكمون، شويه ثوم، راح يكون يانا الملح. التوابل الصلصه راح تكون هي عندنا هنا شويه فلفل اسود والنعناع، ممكن شويه من الثوم. يعني تقصد انه هاي صلصه ما راح تبقى هيك؟ اي راح نقطعها ناعمه بالسكينه ونخليها اسفل الطبق، ونخلي الكباب يكون فوقها. راح يكون طبق سلطه، وهذا اللي هو شويه من الخس، وهنا الدجاج، صدر الدجاج، صدر الدجاج تقريبا مسلوق. اوكي، راح يكون عندي هنا الفلفل الاحمر، راح يكون عندي ليمون دوزي، كمون، زعتر، هنا راح يكون عندي السماق، راح يكون عندي النعناع. نعم. اوكي، العافيه عليكم. بالعافيه عليك انت يا شيخ. اوكي، هسه نبلش مثل ما شفتوا احنا. طيب هسه اني راح اتركك. اوكي، تكمل كباب. اوكي، وارجع لك بعدين. اوكي اوكي، مع السلامه. مع السلامه. هسه ناخذ المقادير. راح ناخذ المقادير على الشاشه، اللي تكون عندي لحم الغنم 700 غرام، لحم عجل 250 غرام، بصل مبروش نصف الحبه، راح يكون عندي ثوم واحد سن، كمون واحد ملعقه، كوب فلفل اسود، رشه راح يكون يانا الملح. حلو هاي مال السون مو؟ هسه نجي ناخذ الصلصه، ممكن اللي الصلصه اللي تكون موجوده يانا اللي هي الطماطم تكون مشويه والمهروس، احنا نهرسها بالسكينه، راح يكون عندي بصل مشوي مهروس، فلفل اسود والنعناع الجاف والمعدنوس راح يكون عندي، والثوم واحد سن. هسه نجي هنا نبلش. اوكي، راح نضيف شويه من الفلفل الاسود. اوكي، هنا عندي كمون، حيكون عندي الملح، نرش الملح ونشوف الامور شنو شلون تكون، يعني نحتاجه شويه. هنا عندي حيكون الثوم، راح ناخذ نص والباقي راح نخليه اكيد يبقى للطماطم. نجي هنا نحرك بهذا الشكل. اوكي، البصل نص حبه نبرشها ونعصر المي مالتها. اوكي، بعدين نخليها نضيفها ويا اللحم. هسه هنا اوكي مثل ما دا تشوفون، ونحرك بهذا الشكل. اوكي هنا، اوكي عندي هنا صينيه، حتكون صينيه الفرن راح تكون يانا موجوده مثل ما تشوفون. راح ناخذ بهذا الشكل. اوكي، هنا عندنا الطماطم الموجوده والبصل، راح نخليها بالطبق تكون هي جاهزه، راح نرسها ونخليها بالطبق. راح نصفط الكباب بهذا الشكل. اوكي، شو تقول يا عدي؟ صباح الخير. هنا اوكي وبهذا الشكل نستمر. هنا حلو. هنا اوكي مثل ما تشوفون. هذا الشكل. هنا حلو. بهذا الشكل بلش. اوكي، مثل ما هذا تشوفون. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات،
وتكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم وحدائق أغصان الزيتون. أرسل هنا أوكي. نجي ناخذ النصف الثاني بهذا الشكل. أرسل هنا مثل ما هذا تشوفون بهذا الشكل. ممكن احنا نشيشها نبرد شوي اللحم نخليه يرتاح يبرد، وراها راح نجي نشيشه ونشوي. شيشه ونشوي هنا اوكي. هنا حلو امورنا ماشيه. نرجع بهذا الشكل. ناخذ ياخذ ام سيف من بغداد من كربلاء عفوا. الو صباح الخير. صباح الخير يا ام سيوف. شو اخبارك؟ شو اخبارك انت امورك؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يخليك. بلاش احنا شيخ عباس عيد مقادير الكليتشه. مقادير الكليتشه؟ اي كل ما تسويها شوي شو تصير يابسه عندي. تصير يابسه. احنا قلنا الزبده ما نخلي الزيت ونخلي نار هادئه نشويها بنار هادئه اوكي؟ يعني نشويها على الاوفن يعني الكهربائي. على الاوفن الكهربائي؟ اوكي إيه. لازم تكون درجة الحرارة يعني يكون هادئة ما تكون عالية حتى ما تيبس عندنا. يعني احنا عندنا يكون بالفرن الطبيعي يكون تقريبا 160 اوكي؟ اوكي. وهاي حتكون على الشاشة، هاي حتكون الكليتشة. الزبدة والفانيلا والبيكنج باودر والسكر المطحون اوكي؟ والحليب أوكي. البودرة، حليب البودرة مو حليب السائل، لأن حليب السائل هم يبس ال 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 الكليتشة. اوكي اوكي الغاليه. شكرا لك. هسه هنا اخر شيء بقى عندنا وناخذ ساره من الانبار. الو صباح الخير. صباح الخير يا ساره، شلونك؟ اخبارك عيوني؟ انت اخبارك؟ الحمد لله عيوني. اخباركم انتم؟ والله ماشي الامور. اذا انت امورك ماشي الحمد لله عيوني. الحمد لله. عشان ايدك على هاي الاكلات ويدك الروعه. ويدك يا غاليه ويدك. تسلم لنا عيوني. مقادير الباتشا انا ما اكلها، بس اخويا هيك يعني يقول احب هالاكلات الباتشا ما اعرف، بس يعني شلون هي تنسلق؟ اوكي الباتشا تنحمس يعني. الباتشا؟ اوكي. ايه اكو حدا ما شاء الله يخلي الباتشا هي مبتسمة بالجدير. اوكي. بس المقادير الله عليك. صار هسه راح نعطيك المقادير، ممكن تاخذي لها صوره وراح نسولف عليها. تنسلق او تنحمس؟ لا تنسلق قبل. هسه حنشوف شلون يكون، يعني تتكمخ. احنا عندنا نسميها التكميخ بالبدايه. طيب اوكي تحياتي لك. شكرا لك يا الغاليه. شكرا شكرا. وهاي الباكه على الشاشه اوكي. باكه حتكون على الشاشه اللي هي الباكه، ويكون عندي اللحم عجن نصف الكيلو ويا تكون العصفوره من داخل الفخذ العجن اوكي. نجيبه دارسين عود جوز الطيب، راح يكون عندي كركم، راح يكون عندي نوب بصره والثوم والبصل، هيل زائد قرنفل زائد ملح، دهن حر 2 ملعقه ولبن زبادي 1 كوب. راح ناخذ من تستوي الباكه بالاخير ناخذ المي مالتها ونخلي اللبن الزبادي ونخلي قاشوقتين من الدهن الحر اوكي. وراها راح نضيف فوقاهن اللبن والدهن الحر مثل ما سولفنا. نجي هنا للباكه، اول ما نخليها بالجدر نسميه تكميخ احنا، نخلي شويه زيت ونخليها داخل الجدر، شويه زيت مو هواي، ونخلي النار هادئه ونعوفها على الماء. تذب المي مالتها راح تعرق، تذب المي مالتها بالبخار وتنشف المي مالتها ورا ما يطلع صوت اللي هو يكون تتحمص. وراها راح نجي عندنا مي مغلي موجود، ورا ما ذبينا الثوم وذبينا البصل والدس نذب المي الحار فوقها، نخلي كميه عاليه ونخليها على نار هادئه. اول فوره لها راح نشيل الزفره لفوق ونذب بقيه المواد ونجي نغطيها ونعوفها تقريبا ساعتين ونص 3 ساعات على نار هادئه تكون امورها اوكي. بالعافيه عليكم. هسه نجي هنا بدلنا جفوفنا وراح شو نسوي؟ نسوي السلطه هنا اوكي. يا سلطه خس اوكي. هنا حلو.
صارت عندنا امورها اوكي هنا اوكي مثل ما شفتوا. راح نجي ورا ما سوينا هذا الخس اوكي، راح نجي ناخذ ليمون اوكي، ناخذ ليمون. ليمون شلونك عدي بالليمون؟ هم تحب الليمون؟ ولك عدله هسه قطع الليمون بهذا الشكل اوكي، لو بنضربه بهذا الشكل تكون امورنا اوكي. هنا حلو امورنا ماشيه ويا الليمون هنا اوكي مثل ما شفتوا بهذا الشكل اوكي. هذا صار الشكل. ناخذ حبه طماطه، حبه طماطه قطع بهذا الشكل اوكي هنا حلو. ناخذ شويه من الطماطه قلنا هنا حلو. ناخذ هذا بالنص حلو هنا اوكي. شراح الطماطه بهذا الشكل حلوه، طماطه والليمون والخس وعدي ومخلص، ومخلص منورنا مخلص فدوى قلبك مخلص. ناخذ ام محمد من معلم يا محمد من محمودي من الناصريه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن احط شيف عباس؟ ايه ايه شيف عباس وياك. صباح الخير شيف. الغاليه صباح الخير. صباح الخير. ممكن صوت التلفزيون شويه تنصي حتى سمعين. شلونك اخبارك يا الغاليه؟ نخلي الناس صدر دجاج. شلونك انت امورك؟ صوت التلفزيون عالي يا الغالي. ما شفت هاي الاكله اليوم، شنو اللي مسويها؟ اليوم انا مسوي الكباب. ما تنت صوت التلفزيون عالي. ما تفتهم. زين شيف عباس انت كل الاكلات مسويها بس اكو اكله تراثيه ما مسويها. شنو هي الاكله؟ قولي الاكله شنو؟ كبة السمك شيف عباس تعرفها؟ كب ها؟ كبة السمك؟ اوكي اعطيني مقاديرها وانا اسويها. هاي اكلة شيف عباس كلش قديمة. اوكي اعطيني مقاديرها، تعرفيها انت؟ شكرا لك يا غالية، شكرا شكرا. كبة السمك الزينة الله. ناخذ شويه من السماك اوكي، نبقي سماك نحتاجه. ناخذ رواء والزعتر. يا رواء من الانبار صباح الخير. تمام. النعناع، نعناع صباح الخير. صباح الخير يا رواء. شلونك شو اخبارك؟ شو اخبارك انت امورك؟ والكمون الزين يا رواء؟ شلون؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يخليك، امريني الغاليه. والله ما يمر عليك ظالم، بس احب اسلم عليك واشكرك واحييك على هذا. الله يخليك. اليوم شنو غداك اليوم؟ والله تمن وفاصوليه عليها لحم. ها اليوم تمن وفاصوليه؟ اي والله. يابسه لو خضرة؟ لا يابسه. يعني اليابسه انت سويتيها؟ اي والله انا سويتها وكمه حمص. اي يعني راح احد يدز لنا فاصوليه وندز لك كباب؟ اي بدون ما تدز لي بعيني ادز لك. اشكرك استاذ عمار. اشكرك يا الغالي. انتوا من الرمادي نفس الرمادي؟ لا من الفلوجه. ها من الفلوجه، شلون هناك شلون الاجواء؟ والله زينه الحمد لله، بس ناقصه وجودكم. الله اشكرك. تزورونها ان شاء الله بالافراح نجيكم. اتشرف فيكم والله. بالافراح نجيكم يا الغالي. شكرا لك على راسي. هسه ناخذ هنا شويه من الفلفل الاحمر البودره.
حتى تكون امورنا ماشيه. اوكي هنا اوكي امورنا ماشيه. عدي اذا راضي علينا بعد هاي بعد ما عندنا اشكال. شو تقول يا عدي؟ اوكي نجي هنا نقلب هذا الشكل. قبل كل شيء خلي زيت الزيتون، قبل كل شيء خلي زيت الزيتون. ناخذ ام علي من النجف. يا معلاوي يا معلاوي الو شو اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا الغاليه. شوي عصير ليمون. شلونك شلون صحتك؟ والله الامور ماشيه اذا انت زينه احنا زينين. بعد عيون الله يسلمك. الله يخليك يا الغاليه. يا معلاوي شو اسمه؟ الفسنجون. الفسنجون عفوا. الفسنجون اوكي. الفسنجون فسنجون صار تأمرين امر يا معلاوي. رحم الله والديك شكرا. راح ناخذه على الشاشه واخذي له صوره. شو تقولين؟ الله يستر عليك. الله يخليك يا الغاليه. شكرا لك يا الغاليه. ونشوف ناخذ ام احمد من بغداد. يا ام حمودي السلام عليكم. عيني. وعليكم السلام يا الغاليه. يا قلبي يا وليدي اريد كبه مال الجريش تيبس عندي يا ماما. تيبس عندك؟ اي والله. جريش نص كيلو وبرغل ربع الكيلو. برغل وسط ربع الكيلو ويا جريش نص كيلو. اوكي؟ شكرا شكرا. شكرا لك شكرا لك. ولحم الدق، لحم 200 غرام احمر دق نخبطه وياه وراح نعجنها بالثلج. يعني بمي بارد حيل. ممكن ثلج البلور نذب وياها ونعجنها حتى تكون عندنا هشه صودا. نخلي وياها شويه حتى تكون عندنا هشه و100% حتطلع عندكم هش. هسه ناخذ سعد من دياله. سعودي. سعودي. سعودي يقول ايه. سعودي يقول اريد ديك رومي. صار تأمرني امر. جماعه الديك رومي تأمروني. هسه نجي هنا. طبعا الديك رومي بيشغله هواي يعني لازم يتخمر تقريبا يوم كامل. يوم كامل يتخمر وينشوه مرتين بالفرن اموره هواي فيكون هو زفر دائما. اوكي هسه نجي هنا. صار عندنا هذا الشكل هنا. حلو اوكي مثل ما شفتوا صار عندنا هذا الطبق سلطه. ناخذ ساره ديوانيه. يا ساره. ساره ساره شو اخبارك يا ساره؟ هلا عيني. شلون امورك؟ والله الحمد لله. نسال عليك بس حبينا هيك يعني نسلم عليك وهاي. الله يخلي اليوم طابخه. اليوم ساره طابخه. اليوم طابخه؟ والله كل شيء ما طابخه. ليش؟ لحد هسه. ليش ليش؟ ها؟ اليوم ما حيتغدون؟ شكرا لك يا الغاليه نورتينا. هسه عندنا هنا اجى وقت الطماطه المشويه والبصل المشوي والامور راح تكون امورنا مشويه راح تكون اليوم. راح نجي هنا مثل ما تشوفون راح اطلع ماي راح اطلع امور. ناعد المعدنوس هنا. اوكي راح ناخذ شويه الفلفل الاحمر البودره هنا. حلو اوكي راح يكون عند الثوم ثوم مهروس. وناخذ الفلفل الاسود هنا. حلو راح ناخذ النعناع مثل ما شفتوا صارت عندنا هاي المكونات اللي خليناهن. اوكي ملح جا وقت الملح نفتحها احسن لان الامور صارت خطره. هسه نجي هنا نقطع الطماطه والبصل. ناخذ ام سجاد. يا ام سجاد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام سجاد. شو اخبارك؟ شلونك كيف عباس؟ انت شلونك امورك؟ شلونك؟ نسال عليك يا الغالي.
يا الغالية يا مسجودي. شنو بس اريد اعرف مقادير الكليتشه. مقادير يعني اسويها وعليك بالضبط. اي الكليتشه سويت تسوي الكليتشه لو ما تسوي؟ اي انا اسويها بايدي. ها ها يعني مسويتها قبل؟ اي مسويتها بس صارت عندي شويه يابسه. يابسه يعني. قلنا باعي لا تخلين حليب سائل وخلي حليب البودره. خلي حليب البودره اوكي. ايه قالك يمي اوكي. هو وش اسمه درجه الحراره تكون يعني ناصيه ما تكون عاليه يعني اشغل الفرن قبل ارتب الكليتشه لو شنو. اوكي اوكي تقريبا والمقادير على الشاشه ممكن تاخذي لها صوره ونعجنها بالزبده. بالزبده اوكي. بس سؤال ثاني شنو جواب؟ اريد اعرف الكبسه مالت الدجاج يعني طريقته. الكبسه مالت الدجاج؟ اي نعم. اوكي اوكي تمرين يعني امر. اشوفك بالتلفزيون اذا يعني. اوكي اوكي صار 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 تمرين امر. اوكي هذا كله يم فراس الشمري. هاي الامور كلها يم فراس الشمري. وهاي الكبسه هنا اوكي. هنا عندي دجاجه كامله اوكي. دارسين قرنفل نوبة بصرة عندنا اوكي مثل ما تشوفون. تاخذي لها صوره ممكن تاخذي لها صوره حتى تشتغليها. وناخذ ام زينب من بابل. شو تقول يا عدي؟ الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام شو اخبارك؟ شلونك شو عباس؟ الله يحفظك يا طيبه. تحياتي لك والكادر. الله يخليك يا الغاليه. عاسة ايدك على هاي الاكلات الطيبه. ويدك 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 يا طيبه. شوف عباس اريد طريقه الكنافه. الكنافه؟ ايه هسه نطلع لك اياها على الشاشه وخذي لها صوره راح نشرح عليها. تحياتي لك وكل الكادر. شكرا لك يا الغاليه. هنا راح نطلع لك الكنافه على الشاشه. اوكي هسه هنا اوكي. وهاي الكنافه تكون على الشاشه اللي هي تكون عنده شعريه. الكنافه 1 كيلو سكر نصف الكوب زيت او دهن حر او الزبده نصف الكوب نخبطها ويا الشعريه اللي موجوده عندنا ونضيعها بالشعريه. راح يكون عندي القشطه ممكن او جبن العرب راح نخبط وياها حسب الرغبه او نسوي الشيره. شيره تكون عندي سكر 2 كوب وما راح يكون عندي 1 كوب اوكي. وراح نشويها تويها طبقتين ونشويها بعدين نخلي هسه هنا اوكي. طبعا عمار يسوي مشاكل يعني من ورا هذا يحكي وياي من ورا الكواليس. عمار يدي يسوي مشاكل بالمطبخ. هسه هنا اوكي. هسه هنا اوكي صارت عندي هذا شكلها اوكي مثل ما شفتوا. راح نجي ناخذ ناخذ طبق ناخذ طبق ناخذ طبق بهذا الشكل هنا اوكي. خليناها بهذا الشكل مثل ما شفتوا. ما احكيلكم يعني صارت هوسه. راح ننشف المكان مالتنا المفروض غصون عافيه اللي هي تجي تنظف المطبخ. كلامي صح؟ لو كذب هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا صار عندنا هسه هنا اوكي. شو قلنا يا غصون؟ عشت ايدك. وين كنت؟ لا تجين تساعديني. انا اساعدك؟ طبعا. هسه هنا اوكي. نجي مثل ما شفنا هذا يكون الشكل للطماطم. راح نجي هنا ناخذ ملعقه هذا الشكل. اوكي هسه هنا مثل ما تشوفون اوكي. هسه نجي هنا راح ناخذ شويه من زيت الزيتون. شويه من زيت الزيتون تتكون امورنا اوكي.
هنا حلو. هنا نشوف الكباب مالتنا. نفتح الفرن. ما احكي لكم الكباب شنو لين ما نبدل شفوفنا. هسه نجي هنا. شو غصون ليش شو ساكته اليوم؟ يعني شو احكي انتظرك تكمل حتى اقول لك عاش تيده. غصون ايه غصون تقول اريد لفه. هم زين انا ما احكي. عندنا المي يكون او الدهن مال الكباب راح نفرغه. هنا اوكي. صار عندنا هذا الشكل. هسه حتحطه فوق الصلصه؟ اوكي راح نخليه فوق الصلصه اللي موجوده عندنا. ناخذه بهذا الشكل. صفطه بهذا الشكل. اوكي. عشت طبعا تكون حاره شويه الصلصه هم. يعني تكون مشويه احنا رسناها. هنا حلو بس هنا حاره هذا الشكل. هنا حلو. شو قلنا اصلا؟ عاشت ايدك شيف عباس. زين هذا الكرفس بالاخير تضيفه فوقه. كيف جاي تخليه انت خلي يعني هو هذا تضيفه انت بالاخير فوقه؟ انت كيف كيفي؟ يعني شيفه لو انت؟ لا تيم شيفه. صدق؟ والله ايش ذكرت الكبة يعني؟ بس اي ذكرت الكبة. غصون طبعا سويت كبة. هسه نجي هنا قبل كل شيء ناخذ شو نسوي هسه؟ ناخذ السماك. عندنا هنا ناخذ السماك اللي موجود عندنا. السماك بهذا الشكل شوية من اقراص الليمون ممكن شوية رشة من المعدنوس. نقدرها بالاخير يعني هاي الاضافات تضيفها بالاخير. اوكي إيه. ناخذ المقادير بس للصلصه اللي موجوده عندنا اللي هي الخشخاش اخير شيء. مقادير شي. راح تكون عندي طماطم مشويه مهروسه وبصل مشوي مهروس فلفل اسود 1 ملعقة كوب ونعناع جاف رشه وبقدونس ناعم وثوم 1 سن وايضا ملح. هاي كباب الخشخاش. هاي كباب الخشخاش. طيب انا سالتك بدايه البرنامج يعني قبل ما يبدي انه قلت لي هاي الاكله شنو اصلها؟ تكون حلبيه يعني سورية. حلبيه. اوكي يكون هذا الخشخاش. في احنا كاختصار هو انه يكون هذا شغلها فاحنا طبعا انطلقت عندنا هاي هيك الطعم الطماطم المشويه والبصل ونورسها ويا فلفل حار ممكن. نعم. يكون هذا شكلها. نعم. هسه طيب شيف عباس عاشت ايدك واحنا نشكرك وايضا نشكر متابعين كل قناه رشيد الفضائيه. وصلنا اياكم الى ختام حلقتنا الصباحيه لهذا اليوم. انتظرونا باكر في حلقه جديده من برنامج يوم جديد وطبخه جديده ايضا مع الشيف عباس. مع السلامه.